بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون، هذه ليلة أخرى ودمعات أخرى وشجن آخر في ليلة رابعة تختص بألم الطفوف التي زرعت أربعة للإمام الحسين، وهي أم البنين باب الحوائج. في هذا السفر هذه الليلة سيكون معي معلمان أدارا مدرستين وكتبا شعرا من أجل مدرسة الطفوف. الشاعر الأول خادم الإمام الحسين الأستاذ العلي اللامي، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء. عظم الله أجركم أستاذ محسن، ونرفع أسماءات العزاء لصاحب العزاء أمل القلوب ومنقذ الشعوب الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ومرجعيتنا العظمى متمثلة بسماحة السيد الحسين السيستاني دام ظله الوارف والعالم الإسلامي أجمع بذكرى مصاب سيدي ومولاي سيد الشهداء الإمام الحسين. أحسنت. ضيف الآخر أيضا شاعر حسيني كتب الكثير من القصائد، وهو الشاعر أبو مريم الواسطي، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء. عظم الله لك الأجر أستاذ محسن وأحسن إليكم العزاء، نعزي العالم الإسلامي والمعزة صاحب العصر والزمان الله فرجه الشريف بهذا الشهر الأليم شهر الحسين. سألنا الله عز وجل أن يسجلنا بسجل فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة. لا يخفى على الجميع أن لأم البنين صدى وصوت وعنوان وأثر كبير في الطف. أستاذ علي اللامي، أم البنين المثال والقدوة، كيف أصبحت مثالا وقدوة في الطف وكيف استذكرها التاريخ؟ قراءتك إلها وشعرك في هذه المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على أم البنين أم الشهداء الأربعة ورحمة الله وبركاته. حقيقة أستاذ محسن، للشعر يستطيع أن يصف هذه المرأة ودورها وطيب أصلها اللي هو بحث عنه أمير المؤمنين عليه السلام، وبلا شك اختيار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اختيار صعب طبعا. فهذه المرأة العظيمة كانت شريكة الزهراء في الأمومة وشريكة الحوراء في المصيبة، وألمها معروف لدى الجميع، إنها بكت الحسين عليه السلام ولمصابه وفاجعته الكبرى أكثر مما بكت أبنائها الشهداء الأربعة عليهم السلام. ولذلك تفردت أم البنين بروح التضحية والإيثار والفداء والخدمة الزوجية المتفردة والرعاية والأمومة للحسن والحسين عليهم السلام. بعد هذه القراءة أستاذ علي، نعم، بعد قراءتك الرائعة، شكرا، شو تقول لأم البنين شعرا؟ شعر يا الله، أقول مدرسة الفداء الخرجت عباس. سؤال قبل لا تقرأ، نعم، قاريها قبل هاي القصيدة؟ لا والله، يعني حصريه للبرنامج، حصريه للبرنامج وقصيده جديده. الله يحفظك ويزيد شرفك مع ام البنين ان شاء الله القبول، ان شاء الله خاف ما ترتقي، وبلا شك لو اطول كتابتها سنه هي لم ترتقي مسجله يا ام البنين. كل حكينا ما يرتقي، بس احنا نريد اجر وثواب ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. احنا بعد على قاعده ميزان حسنات، وكلام الامام عليه السلام انه يقول من قال فينا بيت. نعم. مدرسه الفداء الخرجت عباس، بمدرسة الوفاء الأول الصدر، قالت
خادمة، مو فاطمة ويحسين. قالت خادمة مو فاطمة ويحسين، مو فاطمة ويحسين، تخاف ضلوعة بالعبرات تتكسر. الله. مدرسة الفداء خرجت عباس، مدرسة الوفاء الأول الصدر. طيب. قالت خادمة مو فاطمة ويحسين، تخاف ضلوعة بالعبرات تتكسر، يا بنت الفحول وطيبة الأنساب، منك للحسين كم غصن خضر. الله. أنت اختارك الله الحيدر الكرام. نعم. أنت اختارك الله الحيدر الكرار، يا طيبة وعفيفة وطاهرة وحرة، اسمك راية خضرة بقبة العباس. نعم. اسمك راية خضرة بقبة العباس، ومن راس الشرف ما تنقطع شعره. نعم. اسمك راية خضرة بقبة العباس، ومن راس الشرف ما تنقطع شعره. تعبت المصايب والليالي السود، يا قلعة ثبات وصبرك شكبرة، يا أم أربعة وراحوا فداء حسين كسرة وضلع ثاني الفاطمة الصح. الله. يا أم أربعة وراحوا فداء حسين كسرة وضلع ثاني الفاطمة الزهرة، ليلك ما هو ليل، ما هو ليل ودمعة لجل حسين، رغم ذاك الظلام ودمعتك قمرة. الله. فصيلة دمك انت مطابق الحوراء. الله. فصيلة دمك انت مطابق الحوراء، لازم كل عصر مريودة للثورة. الله. وأقرأ لسيدي مولاي أبا الفضل. نعم. محراب الوفاء. لي هسه بضريحك ماي عباس. هم جديد. جديد؟ ايه. وما مقرية ابدا. فوت سالم. لا موفق. بمجلس ولا على مستوى لقاء التلفون. نشكرك طبعا. الله يحفظك. لي هسه بضريحك ماي عباس. نعم. لي هسه بضريحك ماي عباس، كل جمرة تحطها بماي تبرد. بدم عباس بعد مورث الغيظ. والسابع سما دخان يصعد. الله. بدم عباس بعد مورث الغيظ، والسابع سما دخان يصعد. وانشد رايتك عباس كل يوم. وانشد رايتك عباس كل يوم. بقلب زينب بجروحك يمتى تنشد. الله. وانشد رايتك عباس كل يوم، بقلب زينب بجروحك يمتى تنشد. لي هسه بخيالك نار الخيام، لي هسه بخيالك نار الخيام، نار الخيام، وزينب من تصيح النار تشتد. انتقاله حسين يم عباس عاين للسماء. حسين يم عباس يم عباس عاين للسماء، اقتربت الساعة ترى وطاح القمر. لا حسين يم عباس عاين للسماء، اقتربت الساعة ترى وطاح القمر، وقفن الذرعان طول بطول، اقول احزام صار ليك يا محن الظهر، ذني ذرعانك جرن دجله وفرات. الله. ذني ذرعانك جرن دجله وفرات، وانت كل اصبع بصابيعك نهر، تدري لما صاح وينك يا حسين؟ وينك يا حسين؟ صارت الخطوه على حسين بشهر. الله. تدري لما صاح وينك يا حسين؟ وينك يا حسين؟ صارت الخطوه على حسين بشهر، تدري بالعباس من شم الحسين صرخه الريح ويبس حتى الشجر. الله. تدري راسه شلون في حضن الحسين؟ جن قران بحضن سيد البشر. الله. ياهو منهم، ياهو منهم يعتذر للثاني، اقول حسين لو عباس من يعتذر. احسنت. الله يحفظك. أحسنت من أحسنت. هذه القصائد أبو مريم الواسطي حبيبي، حفظك. أم البنين والخدمة الحسينية. أم البنين باب الحاجات، كريمة فدت بأربع بنيها إلى الحسين. رواية تقول مو كافي الأربعة، مو شعل البنين المدمع السيل، لابنها حسين يرجع عقدة الشيلة. الله. رواية من الروايات تقول، ندخل بالقصيدة، القصيدة ملتمسة للحاجات. يا رب اقضي حوائج المحتاجين جميعا. هم البنين. جيت وحاجتي يم البنين وياي، دخلت المجلسك والحاجة احجيها، يم باب الحسينية ونخيت حسين، سمعتك قلت ابشر والله لقضيها. اقضي. تحشمني وتحلفني بعزيز حسين، اقضيها واسهلها
وسويها بشرط منك أريد وتنقض الحاجات كل دقة صدر لحسين تهديها الله. بعزائي من تجي أقرالي بس لحسين الله. هاي حسين ومصاب واستلذ بيها الله. الله انسى مصيبتي شاغلني صدر حسين. شفت الخيل تركض حمرة رجليها دليني بقميصة وخنصر المبتور دليني على احرج روحي اشفيها دليني على طفلة وهزت الكاروك دليني على زينب وين راعيها دليني على طفلة وهزت الكاروك دليني على زينب وين راعيها دليني بمصابة وهاك خذ شفين قبلي بكربل العباس ينطيها الله. عيشني بمصابي وكل مصابي يهون لو أن أسمع رقي يخذ وتراكيه أقرع للخيم وبروحي طف النار ناري ويا الخيم مستعرة تدريها أقرع للعزيزة وطبت الديوان وعيون الشمات تباوع عليها أقرع للعليل ورقضة النسوان بالهيمة وتدور وين واليها أقرع للطفوف وانسى جرح الصار تجفى جروحي بالدمعة ونواعيها أنا وياكم أنوح اللوقر الرادود بالمجلس دمعتي وياكم أجريها توارد دمعتي ويدقة اللطام أضلوعي على المجالس لازم أحنيها أحنيها وعاين فاطمة وياي قبل بكل عزع لحسين تحنيها قبل بكل عزع لحسين تحنيها سنت سن الله عليكم باب الوفاء وحيد ولن رضيع يصيح بقما طبع طش يتلوع قصدت القوم لجل الماي بلك قلوبهم تخشع لان صوت على بن الشاب النزاع القوم ما تقطع وجسهم القضع نحره وتشفع على السماء شمره دمه ولا رجع قطره كتب نصر الطفوف هناك نحر ويفوز على الاشفار نحر ويفوز على الاشفار احسنت كثيرا ابو مريم الله عليك هاي القصيده مسجله دمعات ان شاء الله احسنت حسين عند الحسين عليه السلام عندك واحده من القصائد مو كل اسمر ينحسب جو نقراها اي والله هذا المقطع ان شاء الله اقول بها مو طبع الجبل ينجر بالاحبال مو طبع الجبل ينجر بالاحبال ولا طبع الاسد يحتاج حارس ومو كل من ركب على الخيل خيال ولا كل من يشيل السيف فارس ومو كل من تشوفه تقول رجال الرجل موقف ترى مو بالملابس ومو كل واحد أسمر ينحسب جون ولا كل من يحب حسين عارس مو كل واحد أسمر ينحسب جون ولا كل من يحب حسين عارس بأسف شفت البعض شو كانهم أطفال وبصابيع الزلم صاروا محابس الله إذا تحسب زلم وتميز أبطال البطل بس الحسين بلا منافس سنت كثير مقطع أبو مريم من مقاطعك أنا متعود يعني قبل كل قراءة لقصيدة أقرأ لمولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليك خل ناخذ فاصل أبو مريم ونرجع إلى القصيدة أحبتي متابعي قناة الأيام لا تذهبوا بعيدا معكم قصائد دامعة للإمام الحسين فاصل ونرجع
نعم أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نور، أبو مريم الواسطي حبيبي حبيبي أستاذنا أبو علي، قبل الفاصل قلنا مقطع للإمام الحسين. عادة هي كل يعني كل بداية كل قصيدة أقراها أقول لأبو علي سلام مولاي يا حسين، عيشني العطش خليني أتلوع، ما يكفي إلك يا أبو علي لمدمع. اي والله صدق، طفلة ولا أخت عندي سبي تطلع، ولا عندي يتامة تنوح بغيابك، خليني على بابك أشتعل شمعة، تعايني الزكية بليلة الجمعة، أرزقني الجزع والحرقة والدمعة، تعشقها الزكية دمعة أحبابك، أقبلني بخدمتك عمري لك منذور، مثل حمزة الصغير وكاظم المنظور، نص خيمة ولو احسبني بعاشور، أوج وأشتعل يا حسين بعتابك، بتشابيهك أريد الخيل تسحقني، أواسع عظام صدرك من تألمني، صدق كون الحجر يا أبو علي طقني، بجبيني ويجري دمه ويشعر غضابك، الما يبكي عليك ويشعر آلامك، هذا مزعل الله وحارق خيامك، باكر من تسأل اش خلصن ايامك، اش يحكي الما يشمن ريحة ترابك. الله الله الله. ام البنين تقول لولي وما ينام وتهدى لمتوني، ويسكت لو يشم اخوانه مروني، ألولي وما ينام وتهدل متوني، ويسكت لو يشوف اخوانه يشم اخوانه مروني، ولو مر النعاس وشتف جفوني، تهز غيرته وينام لعيوني، شي غيره بغيره مغذيته. سبع القنطرة العباس كل شانه، نعم، وابو الغيرة وبدر هاشم وعدنانة والسقاي والوفاي والوانة وخزينة بلقب وش محلى عنوانة، نعم، خزينة بوية اسمها محليت. الله الله الله. الأربعين أبو حسين، نعم، درس ممتع للمجتمع وصورة رائعة أكيد للعالم بأجمع، ثورة يختصر الأربعين وهذه البقعة من كربلاء ما بين الحرمين وما حولها، نعم، عالم بأسره فعلا. فشلون تهيج مشاعرك من تشوف هذه المناظر؟ لا شك هناك استفزاز بمنسوب عالي المشاعر، نعم، والعواطف لمثل هذه التظاهر المليونية اللي طبعا تقصدها الجموع العاشق للحسين عليه السلام من كل بقاع العالم، صوب مو ابو حسين، من كل فج عميق. اقول انا اقول بال 2018 قلت من كل بقاع العالم اهلا وسهلا بكم فعلا، والله ومحمد وعلي وحسين نحييكم، ما اسالوا كلكم هلي انا بزوار ابو علي. طبعا اكيد اكيد. تستفزك تكتب؟ طبعا اكيد اكيد. واحده من هذه القصائد اللي ان شاء الله ان شاء الله، إن شاء الله. أقول يا ريتني بحبك نهر نحر نهر نهر، يا ريتني بحبك نهر، نهر صاحة وسبيل بماية. الله. يا ريتني بحبك نهر صاحة صاحة وسبيل سبيل بماية، ويا ريتني تحول درب وتدوس للمشاية. يا ريتني بحبك نهر صاحة وسبيل بماية، ويا ريتني تحول درب وتدوسني المشاية، ويا ريت على الحايط صرت بحضرة حسين مراية، يا ريت نتحول نهر العباس من ينزل قمر يشبه نزول الآية، ويا ريت بيده تحولت جربة وشفوف وراية. الله الله الله. أحيانا يقولون شلون كربلاء الله تتسع لهذه الملايين، نعم، والإمام الصادق عليه السلام يقول كربلاء كرحم المرأة يتسع لطفل أو طفلين أو أكثر. الله الله سبحانه وتعالى يوسع هذا المكان. نعم. إيه طبعا مع الفارق بمطابقة التشبيه، نعم، ولكن على
هذه السعة توسع تتوسع كل ما يريد الإله الله سبحانه وتعالى أراد لهذا أن تكون عاصمة له وهي عاصمة الله نعم كربلاء العظيمة. قالوا على الشوارع ما تشيل الناس إيه؟ قالوا على الشوارع ما تشيل الناس كل عشرة بشبر لو واحد الواحد هي على العدد إيه؟ قالوا على الشوارع ما تشيل الناس كل عشرة بشبر لو واحد الوحدة يا مد البشر زاد على مد الشوف الله يا مد البشر زاد على مد الشوف زاد على مد الشوف ويا نهر الحسين الماجزر مده يا نهر الحسين الماجزر مده ملايين التزور وما تهاب الموت شفنا على السيوف رقاب تتعدى الله ملايين التزور وما تهاب الموت شفنا على السيوف رقاب تتعدى فتح ذرعان شوقه وحاضن الزوار فتح باب الضيافة المحد يسده كبرت كربلة بشفين ابو السجاد يا بحر الكرم من يوصل الحد كبرت كربلة وصارت عراق حسين كبرت بالبخت لن بيبخت جدة قاعد كربلة بنص العراق تصير له هو العراق بنص جشقد الله 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 قاعد كربلة بنص العراق تصير له هو العراق بنص جشقد زوارك ترحنا ما منعنا الخوف يا سهم اللي يجيك اصدورنا تصده اشوف الشيعة جربة حضرة العباس الله عثرت بالشفوف وما يهتمل الله اشوف الشيعة جربة بحضرة العباس عثرت بالشفوف ومايها تبدى كبرت كربلة بشفين ابو الكلفات عباس التندبة بساعة الشدة اثبت رايته بحلق الجرح من طاح هد حلق الجرح وجود واحد الله ثبت رايته بحلق الجرح من طاح هد حلق الجرح وجود ما هد خوش شفت على بابك مذبح الزوار شفت على بابك مذبح الزوار 10 اضعاف جو هده وفرد هده صاروا واهليه الله بحضرتك يا حسين الله صاروا واهليه بحضرتك يا حسين كل وذره لحم يا حسين تتحدى الوادم على العزيز الطش ورد يا حسين واحنا ارواح لك طشينا مو ورده الله الله احنا ارواح لك طشينا مو ورده ابو مريم الأربعين بين المصيبة والولاء أي. وأنت أبو مجلس أي. ورائد من رواد المجالس شلون توزع روحك على المجالس وهي أكثر من دعوة تجيك توفيقات ورزق محمد وآل محمد أكيد. الكتابة المجلس هذا كله توفيق محمد وآل بيت محمد طبعا أنت شلون تنسق رزق محمد وآل بيت محمد الرزق وين من حيث لا تشعر تعتذر بعض المرات لانه ما تتزامن مع التزام اخر اكيد من يجيك مجلس دعوتين بمجلس واحد طبعا تتوفق بواحد نعم اكيد موفق ان شاء الله حفظك استاذنا ابو علي شنو القصيده الاربعينيه اللي بحضرها اليوم الاربعينيه الصلاه دون الوضوء باطله نعم الله عز وجل جعل الوضوء تفصيليا لمحمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عندما تضع الماء في فمك مواسيا إلى الإمام الحسن عندما سممه صلوات ربي وسلامه في أنفك اللهم شممني رائحة الزهراء اللهم خضب وجهي كما خضب الحجر وجه الحسين اللهم اقطع يميني اللهم اقطع شمالي إجلالا وإكراما لبي الفضل العباس اللهم شق هامتي كما شق السيف رأس علي اللهم ثبت قدمي مشاي روحا كل سنة لحسين عن حسين حار وما برد دمي أشد وزار خطواتي من أدوس القاع لو أن جدمي تعب لدبر من جدمي الله. أروح الكربلة وارجع ورد مشتاق ورد وارجع جديد مقاود بعزمي إش حالات ابن الأخت حياني قبل الخال الله. هون وبس أسلم ينفرج أمي أمل من الهوى وما مل طريج حسين الله. آي حسين ومصاب رضعت أمي الله. بكل تيل وجد اسمي حفرت مراد خاف اللوم تتذكرى يظل اسمي الله. بباب السدرة ثوب دمعتي بكل عام
ووزع على مجالس دمعتي ولطمي. شاع الهنر موش بخور يم حسين. الله. بالشباك شدتني علق أمي روح بساطة فارشها بصحن عباس إش حالات الزاير ابن علي سحق جسمي. الله. والله والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي شلي بيه إلا والنحسين مو يمي دنيا بلا لطم ما تسوى حفلة راب. نعم. راسم على المنابر يقضتي وحلمي شوقي على اللطم شوقي للطم رمل العرس جسام. الله. ما شدن على قبزنود أشد عظمي. الله. أحب كل شي جديد أنطيل أبو السجاد أدور بالفكار وانبسط بعزمي قديم الزاد قديم الزاد قديم الزاد ما وزع بعد لحسين كل عاشر أوزع قطعة من جسمي. الله الله سن الله عليكم الله أنفاسك الله يحفظكم لآدم وكل الرسل عرض المصاب بس محمد أفدليه العائلة وفدا صار الصبط أفضل يعني أكيد والله سبحانه وتعالى الفضله حسين أول اسم يطرح بالوجود والغريب نشوف فيها المسألة مسجل اسم حسين باللوح العظيم ومن يموت اسمه يتحول كربلاء. الله. هذا التحول بين الإمام الحسين وكربلاء أبو حسين. نعم. من خلد من؟ بلا شك الحسين خلد كل شيء. نعم. حتى خلد التاريخ. نعم. سنت. الحسين هو الخالد وهو العظيم وهذا الخلود الأبدي كخلود القرآن الكريم. والله حافظ ذكر الحسين كما حفظ القرآن الكريم من التحريف والتزييف. شلون تدخل للقصيدة الحسينية بسين؟ والله أحيانا بدعاء. عطيب. لأن مو سهل أن تقتحم أنت هذا هذا المجال. مقطع من هذه التي كتبتها في دعاء. كتبت في دعاء كتبت يا حروف النور. خط اسم الحسين. أي. نعم. هاي بدعاء. نعم. يا حروف حتى النور حتى تجي ويا برنامجنا حاء سين يا ان شاء الله اي فعلا فعلا اي بك البركه الله يبارك بيك وبرنامجك قناة الايام وهذا الكادر المبارك الله يعظم اجرك ربي يحفظكم جميعا اقول يا حروف النور خط اسم الحسين وعلى باب الجنه حط اللافت حتى يوم الحشر يوم الحشر عشاقه تزور هي مشتاقه وتحن الشوفت الناس حنت شيل لو راحت تزور نعم وهو من دم المطهر حنت حنته ورسمي رسمي للعباس شفين بنهر شفوف شالت ماي لكن عافت نعم شفوف شالت ماي لكن عافت لكن عافت البي عطش شتال واليمة نهر ومرضى القطرة تلامس شفته ليش؟ لأن شاف حسين شاف حسين عطشان وصبور الله ويدري بي يدري بي ما يشكي حرة عطشته عين على الجربة والأخرى على الحسين الموت ينقل دم بطولة بجربة الله ولما نستشهد علي أفضل سلام نزل النجمات غسلا جثثت شالوا الجنة شالوا الجنة وجوه الصالحين الجنة مشتاقة وجت الحضر أحسنت أحسنت أبو حسين نكمل له نقطع حياك الله خلينا نشوف أبو مريم طقوس القصيدة الحسينية شلون يعني نتوسل بمولاي صاحب الزمان أجلت أنا ورد أجل الله تجيك القصيدة أنت تروح عليه أنا أشوف القصيدة سر عجيب وغريب إذا كلفت لي. إذا كلفت بقصيدة بموضوع من رادود يعني من رادود من رادود مثلا أو لحن. أو أنا أبو مجلس أي. أقول لك اكتب لي اليوم على الأنصار اكتب لي على أبو الفضل العباس اكتب لي على القاسم اكتب لي على علي الأكبر شلون تدخل القصيدة قلت لك أتوضأ وأسأل مولاي صاحب الزمان أن يرزقني يرزقني ويمكنني بكتابة القصيدة تقرأ قبل القصيدة لا هواي نسمع مقطع علي أنا سمعت كيفك واحدة من ذن المباركات بدعاء الإمام الحجة عجلة تعالى منبري من منصة كيفك بلي عجبك أنت شنو مقطع من منبري من منبري نعم من ذبح بس ما متت شفتك يا مولاي نايم بحر الشمس وتوزع فياي الله الله على الارض شفتك سمه عايش وما تظلمه الله شفتك يا مولاي اي نعم عايش لقيتك
بدمعي شفتك من بكيتك والله شعره من شيبه لحيتك تترس العالم ضوى الله ضوى الله ايه ايه اي نعم عايش لقيتك بدمعي شفتك من بكيتك شعره من شيبه لحيتك تترس العالم ضوى من قطع نحرك وسمعك تحكي ساكت هذا طبعك الله مالك الدنيا بأصبعك والهوى رادك هوى الله بكربلة كل شي سجد لك الماي راكع من وصل لك ارتوي يا حسين قال لك وانت قلبك ما روى الله حلمه يوصل شفتك وانت رفضته الماي رخصته بعطش من ما شربته نعم بنحرك انت تكلمه عايش وما تنظمه شفتك يا مولاي يا مولاي سنت الله يحفظكم هاي القصيده لخادم الحسين يعني من القحطان البديري الله يحفظه انكتبت له ان شاء الله منو بعد من الرواديد كتبت استاذ ابو مريم كثير من الرواديد يعني من الرواديد خادم الحسين الكبير والرائع والمخلص صوت الزهراء الحاج باسم الكربلائي الله يحفظه ويديمه لهذه الخدمة تحياتنا إليه أبو علي وعمه الحبيب كذلك المخلص ملا جليل الكربلائي الله يحفظه أبو محسن الحاج نزار القطري الله يحفظهم ويديمهم هواي من الأسماء خدمة الحسين من الشباب أحسنت هو يعني خاف يعني يزعلون علينا بعض الخدمة من الحسين. الأصعب أبو مريم المنبرية أم الإلقائية أبو علي أنا كفسر بالكتاب أكتبها قلت لك أتوجه وأغمض عيني خلص أسأل أبو حسين هذا رزق خلص أسأل أبو حسين أي. أستاذ علي أنت كاتب أناشيد وكاتب قصائد نصوص لطميات من الأصعب والله حقيقة الأصعب هي اللطمية اللطمية لطمية لأنه أصعب. تكتب على لحن تكتب على لحن هذا أولا ثانيا بناء يعني مستهلات ومطالع القصيدة من الأصعب الأصعب أنا عندي المنبر زين من تكتب اللطمية أو القصيدة اللي بلحن أيهما أصعب الفصيحة من الشعبي لا الفصيح أصعب بسبب شنو إحنا حقيقة يعني كثير من الشعراء الشعبيين يعني الحديث بقية إن شاء الله فاصل إن شاء الله يلا نطلع فاصل ونرجع أحبتي متابعي قناة الأيام الجزء الأخير إن شاء الله بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا عدنا والعود أحمد وأحبتي متابعي قناة الأيام وسأبدأ الجزء الثالث من مقولة المصور حيدر كربلاء طف وكف أو كما قالها كربلاء طف وكف حبيبي أبو حسين من الطف والكف أو الطف والكف كما يقول المصور حيدر تحديات العصر والإمام الحسين عليه السلام وتجلياته في الواقع الآن شون تراها وماذا كتبت؟ إن شاء الله طبعاً أبو علي هو خير موقف وأشرف موقف وأبهى صورة هي الوقفة الإسلامية الكبرى لأبطال الحشد الشعبي والمقاومة أحسنت. الإسلامية البطلة أحسنت. أمام العدو المتعدد الوجوه والامتدادات داعش التكفير لعنة الله عليه نعم أحسنت ولقد ذهبوا إلى غير رجع إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ بعد الانتصار المؤزر والكبير الذي حققته شكلت كتبت للحشد المقاومة الإسلامية وكذلك قواتنا الأمنية ما ننساهم طبعا القوات المسلحة جنبا إلى جنب أقامة الحشد وحفظوا الأعراض والديار شكلت كتبت للحشد والله عشرات القصائد الله عشرات يعني هاي الحنجرة نعم والله طرت للحشد
الله اللي يشهد. أنا أشهد. شهادتك أبو على مريم. الله اللي يشهد. شوي أنتقل لأبو مريم، كتبت للحشد؟ أكيد أكيد. رحت قرأت على الساتر؟ أكيد أكيد. أبو حسين. نعم. قصيدة للحشد أو تحديات العصر والإمام الحسين. إن شاء الله. شلون هاي مال نشق حلوقهم؟ بعدين. قبل الأخير. بعدين نشق حلوقهم أول مرة. إن شاء الله. خلنا نعنعهم. وإحنا بنقول يا حسين هم قلوبهم تتضرب. إن شاء الله إن شاء الله. أقول يصح ميت عطش بس راوي تلقى وكب نص البحر ميت ضميره وكراسع لجثة وغيرة ما بي وكو مقطوع راسه وكل غيرة وكل غيرة تصح ومضة شعر تفرش دواوين ويصح ديوان ما يفرش عصيرة وتصح كومة زلم ما تسوى فلسين ويصح واحد بطل يسوى العشيرة أحسن بالموصل إيه؟ بالموصل يقل الشمر موجود أكيد بالموصل يقل الشمر موجود داعش ومشيت محزم بغيره وشواجية ايه يا زهراء اصيح وتسمع الصوت اللهم صل على محمد وآل محمد يا زهراء يا زهراء اصيح وتسمع الصوت ونصرخ يا حسين وخيلنا تغير من الساتر من الساتر وزور حسين مشتاق على جفن العين قوم انصب نواعير بس هاي السنة هاي السنة ما زرت الحسين حفاظاً على الخيم من الخنازير. خل نسمع رد منا أبو مريم. الله. وصير مساجلة. إن شاء الله. شهداء القادم وتنسوهم. إن شاء الله. شرف إنه. حكي عني ويحرم دمعتي على حسين. إيه. وأفكار الخلافة بقاعي يعلنها. ما أسكت بعد. خلي الطبق مكشوف. إجا وقت النفاهة وراح أبينها. لحايا الناصبية اللي ما تحب حسين ببساطي للحشد والله لزينها. اخس العار اختك عوف طف حسين. من شفت الخليفة شلون حاضنها. داعش حسب الدولة خلافة تصير. لابو شارب عفن قاعك تأمنها. وحق راس المهندس داعشك ميعود. نعم. ما يرجع نعم. بعد والقاح حصنها ابو محمد علنها الفتوى للتاريخ نعم. طلع منها الحشد والدنيا جننها الله الله يلا ابو حسين اريدها مساجله ان شاء الله لعمرها الدلال اليوم بس للنصر ديواني نعم وعاهد قائم اهل البيت نعم جندي وياك تلقاني وعاهد مرجع الاسلام لو أن الله خلاني عدنا رواح فدوة تروح لعمامة السستان الله الله وزلم الحشد يوم الشدايد زلم نعم زلم الحشد يوم الشدايد زلم بدرب الشهادة سباع لزمة سرى ودمهم دمهم صنف عباس هل ما برد الله دمهم صنف عباس هل ما برد هل ما برد غيرة الكافل هي اللي تفوره يفرح الساتر من يشوفك علم يفرح الساتر من يشوفك علم ولو جاها نشمة تهلهل المقبرة أكيد يفرح الساتر من يشوفك علم ولو جاها نشمة تهلهل المقبرة مشتعلة خيمة بقلبك وما طفت الله وبركان غيرة زينة بتفجر الله مشتعلة خيمة بقلبك وما طفت وبركان غيرة زينة بتفجر حاضر وغايب بي عايش نفس الله حاضر وغايب في عايش نفس وتبقى المواقف بالذهن حاضرة بالشام موقف إلكم وينذكر ما تنسي بمرتين بتحيدرة بالشام موقف إلكم وينذكر ما تنسي بمرتين بتحيدرة العباس كان وياكم ورايته ورد من جديد النهر والقنطرة الله العباس كان وياكم ورايته ورد من جديد النهر والقنطرة والراية ظلت عالية وما هوت دافع مهرها جفوف المبترة الله الراية ظلت عالية وما هوت دافع مهرها جفوف المبترة لو ما عطش لحسين مات النهر ولو ما ابو فاضل ماكو غيرة ترى اي نعم لو ما عطش لحسين مات النهر ولو ما ابو فاضل ماكو غيرة ترى ذبلنا اشجار الدين بس انتفض يزقي الشرف والدين من منحرة الله لو ما الموقف ذبلنا اشجار الدين بس انتفض يزقي الشرف والدين من منحرة لو ما الموقف كربلة النسي نعم لو ما الموقف كربلة النسي جا صارت الطف حادثة وعابرة كل هذا ومقصرين يا سيدي نعم يا أبا عبد الله كل هذا ومقصرين يا سيدي عفوا أبا الأحرار
والمعذرة شفناك حاضر على السواء ترضوه، شفناك حاضر على السواء ترضوه، شاهد على اللي صار واللي جرى. العباس يفتر على المواضع نهر، الله يزق العطاشة بجربته وكوثرة، يبوس الشهيد بقصته ويعتذر. شي ما تحض مشفوفة لبنت. الله 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 الله، بيدك يا أبو مهد ردت التيجان سنت، وبيدك من دواعش ردت القيعان، بيدك مسيحية ردت على الدير، وبيدك على الكنايس علقت صلبان، بيدك أزيدية ردت السنجار سنت، وزحت الطائفية تعدم الإنسان الله. ومشيت أنت وأخيك حاج قاسم ذاك العراق نعم، وحاضن بشفة أخو إيران نعم. أبو مريم للشهداء نعم القادة. يبغضونك لأن ما وصلوا الظلك، يا صمام الأمان المالقة ومثلك نعم. يا أبو محمد عرفتك مو حكوين، قال جبل ما تقدر الأقزام توصل لك، ما دامك وطن غصبا على الشمات، سبع فدوات يرحون الشسع نعمك. أي أيوة والله، مشيت بيوم واحد، هاي مو سهلك عم أبو ودي وقاسم سليمان، مشيت بيوم واحد، هاي مو سهل. بعدكم بينت بين الزلم خلة، جفاكم ما حمل ظهر الوطن مكسور، بانت طيحته وكم شامة تندلة، وراكم طلعوها حلوق المخيطات، الله الكانت بالأمس معقودة عالذلة، الله وحقك يا أبو مهدي من رحت لليوم بردان الفشق ما تندل العلة، الله فقدناكم مثل تفقى فقدة شاجور، الله على ليل السواتر شخصك تأملة، شيبك والنهار ونيتك فدلون، يا صيت العراق العزبت أهله، الله باكر من يهد باكر من يجي المهدي نهد وياه، حشد شعبي الفقار عليهم نسلم، الله حشد شعبي الفقار عليهم نسلم. يرجع تقول سيعود جثمان والدي، يرجع ويستقبل ما عنده أصول ابن معروبة، لا لأب ولا جد، من حشد فتوتنا المقدس ينهار، وسوق الدواعش بالدواعش يصعد، من يتعب تشفع لحمل الرشاش أيه؟ وتبرد الجمرة لا أبد ما تبرد، من ثار قادة نصر حشد الأبطال، كل ما تمر الذكرى ما يتجدد، من نور حوزة حيدر ظل ما يصير، وشمعت على السستان ما تتوقع. الله سنت للشهداء القادة أبو حسين إن شاء الله. أبو مهدي المهندس عالشمس خيال، عم أبو مهدي المهندس عالشمس خيال، وتخاف الدواعش خطفة خياله، وقاسم سليمان الأشتر بصفين، بس طق السيوف اليوم يا حلال يا رجال، الحشد يا تاج فوق الراس، كم عباس بيكم والعلم شاله، الله ولذب ثوب التقية الثوب هتفتك، ايه لذب ثوب التقية الثوب هتفتك، وسل سيف الحسين وانتصر للحق، الحق وذب ثياب صبري، ويا صبر بالروح، وفك عقدة لساني واحكي طق بطق، وافضح كل عميل اللي يدعم التطبيع، افضح كل عميل اللي يدعم التطبيع، وافضح القصص من عيب ما تعرق، مرخوصه البلابل فقط للتغريد، ممنوع الاغراب بهالوطن ينغق، رايات الحسين رايات الحسين اعلى القمر رايات، وبعيون الدواعش رمح من تندق، وصدينا الرصاص براية العباس تشق حلوقهم والراية ما تنشق، تشق حلوقهم والراية الله الله. ميزان الشرف ميزان الشرف حب حيدر الكرار، تدك شفت اللي يحبه وغيرها ترفعه، السنية تجيب الصيحة والحسنين، المسيحية يا حيدر تنحب وتنعى، مصلصل بالشرف ابن العراقيات، مو مثل امهاتك الا بالقرعة، العراقيات هبة وشرف للتاريخ،
جاب انزلمت الطرواح للفزعة برايات الحسين تعنى والحدباء خاطر ما تظل بداعش مفرعة أم جاسم خبزها غيرة من تفوح وامك يا قصي السبايكر طوعة وبالتجبار عالساتر ودمها يصيح نهر للعفة زينب والشرف نبعة ام مازن وجاسم شبر الابطال حد رجدامها كل داعش ركعة ضريح لها نسوي ونرسم النهرين ونخط اجمل عبارة بذاب عالقطعة تحية للانوثة تصنع التاريخ تحية لتشد الأزر والدفعة تحية لكل عظيمة وتبني للأبناء تحية لكل عظيمة وتسمى بالرفعة رايد منكم تصلون على المختار وبخد الدواعش نطبع الصفعة وبخد الدواعش نطبع على محمد وآل محمد صل على محمد شكرا علي أحسنت أبو علي شكرا لكم على هذه الحلقة الحسينية الرائعة شكرا لك وعظم الله لكم الاجر استاذ علي شكرا جزيلا عظم الله لك الاجر والثواب شكرا لك ولقناه الايام الموقره وللكادر السعيد والكريم الذي بذل هذا الجهد المتميز شكرا لك شكرا ابو مريم استاذ محسن اسمك الصريح ابو مريم انا اسمي الصريح علاء 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 اي علاء ابو مريم الواس شكرا لك الله يحفظك شكرا لك استاذ محسن وشكرا للكادر وشكرا لقناه الايام وشكرا لك كمعد وكاستاذ وكشاعر راقي الله يحفظكم وإن شاء الله دوم مجموعين بسفينة الحسين الله يحفظكم يحفظك أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاسين يا نون الشكر موصول لكم وعظم الله لكم الأجر وأثابكم على هذه المتابعة لأنه مجلس حسيني إلى مجلس آخر وليلة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته